الله وبركاته. هتكلم معاكم النهارده عن ازاي ادخل العلامات الحيويه للمريض. اول ما فتحت البرنامج ظهر لي الديسكتوب الشاشه دي، ممكن ادخلها من براوز زي ما عملنا كل مره، وممكن ادخلها من علامه الزائد اللي موجوده فوق اللي هي كرييت نيو اوبجكت. هضغط عليها، بعد ما اضغط عليها هنزل ابص على القائمه من تحت، هلاقي فايتال ساين وفايتال ساين علامات الحيويه. بعد كده قال لي الاونر او البيشنت، المريض اللي انت هتنزل عليه الشغل ده، تختار المريض دي لسه بالاسماء اللي انت شغال عليها او انت اساند عليها او الاكونت بتاعك اكتف عليها. تمام، هنفترض ان انا هختار اول بيشنت ده. بعد كده الديت بتاع النهارده، وبعد كده تايم تيكن دلوقتي، ستول اللي هو ضغط الدم الانقباضي كان 110. تمام، وبنبدأ يقول 100 كان 110 على 70، يبقى ضغط الدم الانبساطي كان 70. بعد كده هارت ريت كان 70 نبضة في الدقيقة، معدل التنفس كان 18 نفس في الدقيقة. بعد كده البادي تمبريتشر كانت 36.5 درجة. بعد كده الأكسجين ساتوريشن كان 96% لما انت قست بالبلس اوكسيمتر، او على حسب ما يطلع تحطه. طيب لو محطوط على اكسجين بتكتب كام، محطوط على كام لتر؟ طب نفترض ان هو مش محطوط او محطوط على روم اير، بختار زيرو او ان اي. بعد كده البين اسيسمنت تول، انت قست الالم عن طريق ايه؟ هل نيوميريكال المقياس الرقمي من 0 ل 10، 0 مفيش ألم، 10 اللي هو فيه ألم شديد، ممكن المريض يقول لك أنا عندي ألم بنسبة 4 من 10، بنسبة 5 من 10 مثلا في المكان الفلاني، بتكتب الرقم اللي المريض بيقول لك عليه، أو عن طريق موديفايد وونج باكر أسسمنت، ده اللي هو عن طريق الأشكال السمايلز بتاعت العيان أو الفيس إكسبريشن اللي بيظهر على العيان، 0 2 4 6 8 10، 10 اللي هو سيفير بين، و0 إن هو مفيش بين. هختار مثلا نيوميريكال. المريض قال لي ان هو عنده ألم مثلا 3 من 10. ناخد بالنا من النقطة اللي جاية دي، 3 من 10 مفيش أي مشكلة خالص، يعني الألم ضعيف. طب نفترض ان هو 4 من 10 مثلا، 1 2 3، يعني الألم ضعيف. طيب طلع 4 من 10، فتح لك خانة تانية تحتها اسمها بين اسسمنت. لا تعالى بقى اعمل لي كده بين اسسمنت للعيان كويس أوي، اد نيو فاليو وتعمل لي بين ايه اسسمنت ليه، ونكمل كل الداتا دي ونشوف الالم ده جه من ايه وايه اللي زوده ومسمع فين، ومثلا بياخد مسكنات ولا لا، بياخد علاج للالم ده ولا لا. طب انت اديته ايه دلوقتي علاج؟ طب عملت له ايه مثلا نان فارماكولوجيكال انترفينشن، تمارين او شغل تمريضي او تمارين، او حطيت له ميه دافيه او غيره، او اف دي اي ار فور بين، ان انت بلغت مثلا ان في الم عند العيان، بلغت الطبيب، طب زود له حاجه. طيب وخد بالك بعد ما تخلص شويه كده، لما المريض مثلا يتحسن او الالم يزيد تاني، لازم اعمل بين ري اسسمنت اللي هي الخانه الاخيره خالص. بين ري اسسمنت ما ينفعش انساها، ما دام عملت بين اسسمنت يبقى لازم اعمل بين ري اسسمنت، ودول هنشرحهم ان شاء الله في حلقه تانية على القناه. نرجع بقى لموضوعنا الرئيسي، العلامات الحيوية. كده احنا خلصنا. طب نفترض ان مثلا العيان كان عنده ألم 2 مثلا من 10، كده انا خلصت. بعد كده بضغط على علامة السيف اللي فوق اللي هي سيف تشينجز، بضغط على سيف تشينجز اوبجكت كرييتد، وبكده انا سجلت العلامات الحيوية بطريقة مظبوطة.